بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلتكم فيض الوطن. عند كل ربوة ومنحنى عشق جميل لوطن النبيل. التحية لك وطني وتحية لكم مشاهدينا أينما كنتم. وحدة تنفيذ السدود، تجربة رائدة اقتربت من العقدين، ومشروعات ناجحة ساهمت في إحداث التنمية المستدامة. وقد امتلكت الوحدة رصيدا من المعرفة والخبرات مما جعل سمعتها الطيبة تتجاوز الحدود. تابعوا هذه النافذة التي نطل من خلالها على زيارة وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية لوحدة تنفيذ السدود. قام وفد من جمهورية الكونغو الديمقراطية بزيارة وحدة تنفيذ السدود، حيث التقى بالمهندس خضر قسمسيد وزير الدولة المدير العام لوحدة تنفيذ السدود بمكتبه، والذي أشاد بدوره بالجهود التي ظلت تبذلها جمهورية الكونغو الديمقراطية في المجالات كافة. هذا وقد أطلع المهندس مصعب مختار نائب المدير العام، أطلع الوفد الزائر بالمشروعات التي نفذتها الوحدة في مجالات السدود وحصاد المياه في مناطق السودان المختلفة. من جانبه أشاد وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتجربة السودانية الرائدة في مجال تنفيذ السدود وحصاد المياه والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي بصدد إنشاء مشروعات سدود ومحطات توليد للكهرباء تعتزم تنفيذها جمهورية الكونغو الديمقراطية لأجل الارتقاء بحياة مواطنيها. للفرح نكهة خاصة حينما يكون تاجا للصبر، وللمعاناة قيمة تكشف معدن الناس. فصل من الجفاف أفسد طعم الحياة على أهل شمال كردفان سنين عددة، لكنه أصبح حكاية من الذكريات. تابعوا نبض الكاميرا لتدركوا الخيط الرفيع بين الأمس واليوم. بتن بجيراتنا عطشن، بتن بجيراتنا عطشن، والشوقارة بقت تضارة من البهايم النشن. نشن بيقف الطلحة الصبحانية خشن، ضامر عودتن عطشانات حلوك النشفن. الصيف في مناطق شمال كردفان أشهر توحي بأن الحياة مستحيلة، فإن كانت المياه ضرورة للبقاء فهي شحيحة وتكاد تكون معدومة. ومع هذا الحال كانت الكلمة للنهايات التي لم تستثني إنسانا أو حيوانا. المشاهد التي رصدتها الكاميرا آنذاك عززتها شهادات أهل المكان فاكتملت الحقيقة. نمشي مسافات نمشي يومين ثلاثة يوم، هاي بدي بكل بوقان يلا كل بدايين، وهاي تتم يومين ثلاثة يوم يعني ماشي في طريق إشان الموية كله في العطش. يعني قبل 84 كنا بنحفر الآبار اسمها أملواي. أملواي دي يعني من عرق، يعني حكاية بتاع 13 راجل يعني حفروها بالعرق. الحقيقة يعني كانت فيها صعوبة،
يعني حتى الوادي يعني وقعت في ناس عديد كده حاليا في محل البير دي وقع فيهم انهم منتهيين في بطنهم. ان استدعاء التاريخ بكل ما فيه يشكل دروسا توجب الحمد والشكر لله، فايام الجفاف بما فيها من معاناه وشده حفظت للناس مدى محبتهم للارض وقدرتهم على الصبر وقوه تعلقهم بالامل. انا شيخ من سنه 52، انا شيخ، وكان تعبانين في العطش والواجه لهبت الحمد لله هسع من استقرينا الحمد لله ما في اي عوي. وصبر الناس في مناطق شمال كردفان جعل القائمين على وحدة تنفيذ السدود يسارعون في تنفيذ عدد مقدر من مشروعات حصاد المياه بإقامة السدود الصغيرة وحفر آبار مياه الشرب والحفائر، مما أحدث نقلة تنموية شاملة عملت على استقرار المواطنين وشكلت معنى جديدا لحياتهم. الحمد لله رب العالمين، يعني نشكر وحدة السدود منذ خشت إلى شمال كردفان حلت إشكال البلد، ونحن من ضمن الحفائر الحفيرة اللي نفذته وحدة تنفيذ السدود، الحمد والشكر لرب العالمين. وما بين الأمس واليوم تبقى الأيام خير شاهد على جدوى مشروعات حصاد المياه وإنجازات وحدة تنفيذ السدود. المطر والتاني دفك يفرح الطير والمزارع والخريف عيد الغلابة والمطر مكان المصانع السحاب الشال حبابه ليه تتخدر صحاري رحمة صبت فينا بدري نعمة كبت في الضهاري فرحة السارح الليالي والحصاد سلمو يجاري نحن كان السل دفرنا في قلوب نفتح شوارع من صغار نحن بنغني يا مطر صب في عينينا الحراب في الحفاير والصفوف في الجنينة بحصاد المويه راحت والعطش عدى ونسينا والمسافر شان عطشنا إلى قبل تاني راجع نستعد واليوم زراعة والوداع من صيف عصرنا تاني تتقدم صناعة والوداع من صيف عصرنا تاني تتقدم صناعة نبقى للعالم نساند بالإغاثات في المجاعة. تأهيل مشروع الحمداب وكهربة مشروع أمري الجديدة ثورة إنتاجية لحل مشاكل الري وزيادة المساحات المزروعة، مدارات وقفت على سير العمل في تركيب الطلمبات الكهربائية. للاقتراب أكثر تابعونا. اكتمل العمل في تركيب الطلمبات الكهربائية بمشروع الحمداب الجديدة الملتقى، وتبقت عملية الاستلام من الشركة الصينية المنفذة CWE. المهندس إبراهيم المأمون المهندس المقيم أشاد بجهود وحدة تنفيذ السدود التي قامت بتأهيل المشروع، كما أكد أهميته والأثر الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه في المنطقة. بالنسبة لمشروع الحمداب تم تأهيل البيارة تأهيلا كاملا بعدد 5 طرمبات ومحطة كهرباء فرعية 11 كيلو فولت، والآن تعمل المحطة بصورة جيدة وكاملة
بالنسبة لمشروع أمري فيجري العمل في تأهيل المحطات الثلاثة بواسطة شركة سي دبليو اي الصينية العالمية. العمل الجاري في أمري طبعا بيتم استبدال ماكينات الديزل بماكينات كهربائية، والآن العمل وصل 50% من الإنجاز في أمري الجديدة بواسطة شركة سي دبليو اي الصينية وهيئة جامعة الخرطوم الاستشارية. تأهيل المشروع يعمل على توفير مياه الري وزيادة المساحة المزروعة، كما يساهم في تشجيع المزارعين. طبعا هسه عندنا البرسيم وعندنا الجوافة وعندنا البرتقال والجريد والبلع والقصب 70 كله هنا ده مزروع، ما في اي حاجة ناقصة في المياه هنا ده ان شاء الله. المهندس بشارة آدم المدير الزراعي لمشروع الحمداب الجديدة ثمن الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الموارد المائية والري والكهرباء ووحدة تنفيذ السدود، مؤكدا أن كهربة المشاريع ستوجد الحلول لمشاكل الري، كما دعا إلى تعزيز الإنتاج وتحقيق أعلى النسب في المحاصيل الزراعية والخضروات والفواكه. الحمد لله لقد اكتمل تركيب الطرمبات الخمس، طرمبات حديثة تم فيها إدخال المكثفات اللي هو أجهزة الباور فاكتور التي تعمل على تخفيض استهلاك الكهرباء، وبها نظام تبريد نظام حديث. تركيب هذه الوحدات وتركيب هذه الطرمبات بعث روح الطمأنينة في مزارعي منطقة الحامداب، وإن شاء الله سوف يساهم مساهمة فعالة ومساهمة كبيرة في التوسع الزراعي وزراعة مساحات شاسعة في الموسم الزراعي الشتوي القادم. وبهذا تعتبر كهربة مشروع الحمداب الجديدة خطوة نحو التغيير وفرصة لزيادة الإنتاج. مشاهدينا، بكم ومعكم تصفحنا هذا العدد من مجلتكم فيض الوطن. لمزيد من المتابعة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.diu.gov.sd. لكم خالص تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.